أصدقائي، لقد رأينا مع أستاذتنا العزيزة في النشاط العلمي أركب دارة كهربائية بسيطة. هناك عدة عناصر في الدارة الكهربائية تساعد على التحكم في اشتغال المصابيح. ونجد عناصر الدارة الكهربائية البسيطة هي المصباح، العمود المسطح أو البطارية والتي تزود الدارة بالكهرباء، ثم قاطع التيار والذي يتحكم في إشعال وإطفاء المصباح، وأخيرا أسلاك التوصيل والتي تساهم في إيصال الكهرباء من العمود إلى المصباح. إذا عندما يكون القطع مفتوحا لا يضيء المصباح، فالتيار الكهربائي لا يمر إلى المصباح عبر الأسلاك، والعكس عندما يكون القاطع مغلقا يضيء المصباح لأن التيار الكهربائي يمر إلى المصباح عبر الأسلاك. الآن سوف أمر إلى التطبيق. وكما تلاحظون لدينا مزرعة وهنا البيت، إذا سوف أنير البيت وذلك بغلق قاطع التيار. والآن سوف أنير المصباح الثاني. سوف أقوم بتشغيل المروحية التي توجد في المزرعة وذلك بربط أسلاك التوصيل مع البطارية.